شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا في جولة على أبرز الصحف الأجنبية التي استعرضت مشقة المعاناة المتواصلة التي يعيشها سكان غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وأوامر الإخلاء الجديدة، في حين تتوالى التحذيرات من مخاطر حرب محتملة على لبنان. صحيفة نيويورك تايمز استعرضت تواصل معاناة سكان غزة مع إصدار القوات الإسرائيلية أوامر بإخلاء مناطق عدة في جنوب القطاع، وأشارت تحت هذا العنوان إلى أنه على الرغم من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن بدء التحول نحو هجمات أضيق وأكثر استهدافا، إلا أن أوامر الإخلاء من مدينة خان يونس تدل على أن عودة سكان غزة إلى الحياة الطبيعية ما زالت بعيدة. كما أضافت الصحيفة أن سكان غزة الذين اضطروا إلى النزوح مرارا وتكرارا عادوا إلى مشقة البحث عن مكان آمن. كما نقلت أيضا عن محللين أن النزوح المتكرر للمدنيين من المرجح أن يستمر رغم حديث الجيش الإسرائيلي عن حرب أقل كثافة. كما أضافت أن سكان خان يونس قلقون من أن أمر الإخلاء الواسع النطاق قد ينذر بعملية عسكرية في مدينتهم من جديد. ننتقل لنقرأ في الصحيفة التالية. في صحيفة لومون تطرقت لور ستيفا في الصحيفة الفرنسية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي في غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة، وأشارت إلى أن ما بين 15,000 إلى 25,000 قاصر في غزة فقدوا أحد الوالدين على الأقل، وذلك وفقا لتقديرات المجتمع المدني الفلسطيني. كما أضافت أن مأساة الأيتام وتمزق النسيج الاجتماعي للقطاع الفلسطيني هما من ضمن الأزمات التي ستطارد غزة لسنوات. كما لفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن الأطباء في غزة هم أول من رصد هذه المأساة الحقيقية عندما لاحظوا عدم حضور أحد للاستفسار عن مصير الأطفال الذين يعالجون. كما أضافت أن هذه المأساة تكشف عن حجم المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، حيث قتلت أو تشتتت عائلات بأكملها. كما نقلت أيضا عن متحدث باسم اليونيسف أن عمليات النزوح الجماعية والمتكررة وتقييد الوصول إلى السكان فضلا عن نقص الوقود تعيق الجهات الفاعلة عن تقديم دعم للأطفال الأيتام ولم يشمل المنفصلين عن ذويهم. كان هذا في لوموند. أما في مجلة إيكونومست البريطانية، المجلة توقفت عند تصاعد مخاطر شن إسرائيل حربا على لبنان، وأشارت إلى أن الحرب على لبنان تلوح في الأفق، ولكن الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين يواصلون رحلاتهم المكوكية للتوصل إلى حل دبلوماسي. كما اعتبرت أنه في حال قررت إسرائيل شن حرب لإضعاف حزب الله فقد ينطوي ذلك على غزو بري محدود لجنوب لبنان، وهذا وحده من شأنه أن يشكل مهمة عسكرية شاقة، خاصة أن تغييرات رئيسية طرأت منذ الحرب الأخيرة على لبنان عام 2006، ومنها أن حزب الله حصل على مجموعة واسعة من الطائرات بدون طيار الانتحارية، كما أنه مستعد لأي هجوم بري إسرائيلي محتمل. كما أيضا وبحسب المجلة، لدى حزب الله الآن أكثر من 120 ألف صاروخ وقذيفة، كثير منها قادر على الوصول إلى تل أبيب وما بعدها وبتوجيه دقيق. كما لفتت المجلة إلى أن هذه المخاطر حذر منها أكثر من 100 خبير ومسؤول إسرائيلي سابقا في تقرير تم الانتهاء من إعداده في أكتوبر الماضي ولم ينشر حتى الآن. كما حذروا أيضا من أنه في حال شن حرب على لبنان فإن حزب الله قد يطلق ما بين 2500 إلى 3000 صاروخ يوميا باتجاه إسرائيل ولمدة 3 أسابيع متتالية، ما قد يؤدي إلى خسائر فادحة. ننتقل لنقرأ في الصحيفة التالية. نقرأ الآن في واشنطن بوست
والتي تناولت هذه الصحف الأجنبية ملف الرئاسة الأمريكية، وفي سياق الجدل الدائر اعتبر آدم فرنش الديمقراطي، وفي مقال كتبه في صحيفة واشنطن بوست اعتبر أنه على الديمقراطيين والجمهوريين استبعاد هذين المرشحين. حان الوقت لجيل جديد من القادة لتولي زمام الأمور. كما رأى أيضا أنه يجب على بايدن أن يضع مصلحته الشخصية جانبا ويعلن انسحابه من السباق الرئاسي، لا سيما أن أداءه الضعيف في المناظرة سيبقى محفورا في ذاكرة الأمريكيين. كما أنه ولسنوات أعرب الحزب الجمهوري سرا عن مخاوفه الجسيمة بشأن ترامب، لذا يجب استبعاده أيضا من السباق الرئاسي. كما لفت الكاتب أيضا إلى هناك مشاكل حقيقية وملحة للأمريكيين، على الحزبين اختيار مرشحين جدد من أجل التصدي لهذه المشاكل. أما في الصحيفة التالية، في صحيفة وول ستريت جورنال، تناولت الصحيفة من جهتها الهزيمة المرتقبة للمحافظين عشية انتخابات مجلس العموم في بريطانيا، وأشارت أنه بعد 14 عاما في السلطة يبدو أن فرص حزب المحافظين تتضاءل شيئا فشيئا، وسوف يواجه أكبر هزيمة له منذ أكثر من قرن، خاصة أن استطلاعات الرأي تظهر أن حزب العمال المعارض وزعيمه كير ستارمر في طريقهما للفوز بفارق نحو 20%. وأضافت أن أحد الأسباب التي تجعل حزب المحافظين يتجه إلى مثل هذه الهزيمة المؤلمة هو ببساطة أن الناخبين يريدون التغيير، وبسبب أيضا سجله الاقتصادي. إذ مع توالي 5 رؤساء وزراء محافظين على السلطة، شهدت البلاد لحظات درامية أبرزها الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين بدأ الاقتصاد البريطاني يعاني. إلى هنا تنتهي هذه الجولة الصحفية، نعود إلى الزميل يحيى لاستكمال التغطية.